وصل صوتك. جيبوه حاكموه جيبوه حاكموه اقتلوه جيبوه اقتلوه. شيء ولكن انت كنت من جمله 200 محامي في ال شبيك تو نحكيو على التجمع اللي ترجعت لانه هي شعار التجمع لن يعود الا على جثثنا فاصبح القضيه حتى على جثثنا مش مش عاود ملي ترفع القضيه عليه وكذا وتتعدى نار 14 قدام اللجنه المركزيه في البلاصه اللي كان فيها نداء انا نحكي لك نحب نوقفك قلت لك انا التجمع لن يعود حتى على جثثنا احنا جينا لطرد التجمع الجديد سيادتك منين جيت من الشارع هذا انا نظار ونحتفل بربعة الجار اي من الشارع هذا رمزيه الشارع هذايا اللي ظاهر حبيب بورقيبه بن علي طاح من بن علي طاح في حبيب بورقيبه ما طاحش في محمد خالد التجمع كيلو بينا التجمع مات يا ولد نهار 17 الظهر قدام مش معناها فداك مش معناها